أكبر الجولات التي حصلت بالمنطقة في الربع الثالث كانت من نصيب شركة شيفت ومقرها جدة في السعودية، حيث حصلت على تمويل بلغ نحو 83 مليون دولار بقيادة شركة ميرا كابيتال. تأسست شيفت في عام 2017 وتوفر حلول النقل الذكي والخدمات اللوجستية، بما في ذلك تأجير السيارات قصير وطويل الأجل ومشاركة السيارات وتأجير سيارة بسائق. للحديث أكثر عن هذه الصفقة ينضم إلي من جدة مباشرة أحمد خير، الرئيس التنفيذي للتشغيل والعمليات في شيفت. سيد أحمد، بداية شكرا جزيلا لانضمامك إلينا. دعنا نتعرف بالبداية على شيفت، ما هي أهم الحلول والمنتجات التي توفرونها في الشركة؟ أهلا وسهلا فيكم، أرحب فيكم جميعا وشكرا للاستضافة. شركة شيفت هي شركة خدمات لوجستية متكاملة تقدم في خدمات التنقل الذكي وخدمات العملاء للتأجير الإلكتروني أو خدمات الشوفير والحلول اللوجستية، كما في ذلك خدمات التوصيل السريع وغيرها من الخدمات اللوجستية التي تساهم في الحلول التشغيلية. شركة شيفت اليوم تتواجد حول تقريبا 57 مدينة حول المملكة، ويضم الأسطول أكثر من 12,000 مركبة، والعدد يزيد مع الأيام. نعم، حسب ما فهمت منك سابقا أنه اليوم أنا أقدر أأجر سيارة مثل كأنما أأجر سكوتر، يعني on the go. صحيح، اليوم شركة شيفت تعتمد بشكل كبير على الخدمات الإلكترونية، والنموذج العمل يعتمد بشكل رئيسي على دمج خدمات التنقل التقليدية وأيضا خدمات التأجير التقليدية وأتمتتها ودمجها مع التكنولوجيا المتقدمة، بما يشمل التأجير الإلكتروني، وذلك حيث التواجد عن طريق التطبيق، وأتم بشكل كامل، وإمكانية التأجير عن طريق التطبيق بشكل آلي أو متكامل مع الربط مع الحكومية. نعم، طيب ما هو نموذج العمل؟ كيف تطورون الأرباح؟ هل هو نوع من الاشتراك؟ هل هو بحسب الخدمة؟ هي خدمات تتم عن طريق يعني في شركة شيفت يوجد الكثير من الخدمات، يوجد الخدمات اللوجستية، كمان يوجد التأجير التشغيلي والتأجير الإلكتروني وخدمة الشوفير وغيرها. نموذج العمل يعتمد بشكل كبير كما ذكرنا إلى أتمتة هذه الخدمات. تكون بالنسبة كمثال لخدمات الشوفير، فهي يتم تقديمها بشكل متكامل عن طريق التطبيق وأيضا التأجير الإلكتروني. ذلك يتم بأسعار تنافسية بما يخدم العملاء بشكل أفضل. طيب ما هي نسبة النمو بأعمالكم؟ نسبة النمو بشكل كبير تتجاوز 70% عن العام الماضي كمثال، عن العام الحالي. في بعض السنوات منذ تأسيس شركة شيفت، في بعض السنوات ارتفعنا بنسبة 120%، والنمو ما زال مستمر، خاصة مع ارتفاع السياحة في المملكة وخدمات التنقل وخدمات اللوجستية بشكل عام. نعم، طيب ما هي حصتكم السوقية وما هو حجم الفرصة اليوم بالمملكة فيما يخص التنقل، مثل ما ذكرت ارتفاع السياحة، الشركات تنقل مقراتها إلى المملكة اليوم؟ اليوم إذا بناخذ مثال خدمات التأجير الإلكتروني، حصتنا السوقية اليوم هي تتجاوز 50%، هدفنا خلال العامين القادمين أن نتجاوز 70%. هذه الخدمات تعتبر فريدة من نوعها ومميزة، وفي شيفت نقدمها بشكل يختلف بما يتجاوب أكثر مع تجارب العملاء وخدمة العملاء بشكل أفضل. نعم، طب متى تأسستم وما هو حجم التمويل الذي حصلتم عليه حتى الآن إضافة إلى جولة ميراك؟ شركة شيفت تأسست عام 2017، التمويل اللي حصلنا عليه إلى الآن هو يتجاوز 310 مليون ريال، ولله الحمد عن طريق شركة ميراك، وهذا التمويل أكيد بيساعد في تقديم خدمات أفضل وبنية تحتية أفضل.
هل التمويل الذي حصلتم عليه مؤخرا كله يعني جولة تمويلية أم في جزء من الديون؟ هي جولة تمويلية بشكل رئيسي إلى بناء الخدمات للبنية التحتية في الشركة، بناء تحسين تجربة العميل بشكل أكبر، توظيف القدرات والمهارات، وأيضا التوسع في السوق السعودي وخارج المملكة. نعم، طيب سؤال أخير، أين تنوون توظيف هذه الجولة التمويلية الأخيرة؟ مثل ما ذكرت، هدفنا الرئيسي هو تقديم خدمة عملاء مميزة. تجربة العميل تهمنا، خاصة المقيم والقادم من المملكة، مع استقبال السياح في إطار الرؤية. نحن نسهم بشكل رئيسي في أن نكون الشريك الرئيسي لخدمات التنقل، سواء في أهداف الرؤية للخدمات السياحية أو حتى الخدمات اللوجستية. أحمد خير، الرئيس التنفيذي للتشغيل والعمليات في شركة شفت من السعودية، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.